في إطار خطة الدولة بتحسين جودة وكفاءة الطرق بالجمهورية، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية، ومنها الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30 كيلومتر بالمدينة، وجاري العمل على رفع كفاءة المحور المركزي والفاصل بين الحي الثالث والرابع. الخطة دي الحقيقة بتشمل عدة محاور، المحاور دي نقدر نقول أهمها طبعاً رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية اللي موجودة، واللي داخل معانا يمكن إحنا الجهة المدنية الوحيدة اللي بتشرف بتنفيذ حوالي 30 كيلو متر من الطريق الدائري الأوسطي داخل المدينة. الحمد لله انتهينا من تنفيذه. بالإضافة لده طبعاً عندنا مجموعة من الطرق برضو الرئيسية اللي بيتم رفع كفاءتها وتطويرها، زي طريق الواحات، عندنا بننفذ طريق جديد زي طريق الدائري الجنوبي اللي هو حوالين المدينة. برضو الحقيقة يمكن معانا مجموعة برضو من الطرق الداخلية اللي هي داخل المدينة وبيتم تطويرها ورفع كفاءتها حاليا، زي محور طريق القفراوي ومحور زعيم جمال عبد الناصر، والمحور المركزي برضو في المدينة بنقوم بتطويره ورفع كفاءته. الحقيقة التطوير ده تطوير شامل. عندنا محاور كبيرة بتحيط بمدينة 6 أكتوبر، وعندنا محور يعتبر من أكبر المحاور اللي بتنشأ حاليا في مصر اللي هو الدائري الأوسطي، وبيخترق المدينة من الجنوب للشمال. تم تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي بعرض 32 متر، هيربط احنا نعتبر الجهة المدنية الوحيدة اللي بتنفذ 30 كيلو متر من طريق الدائري الأوسطي، وده احنا خلاص تقريبا انتهينا من أعمال فيه وتم فتح المرور فيه للأعمال التجربة، وده هيفرق كتير قوي مدينة 6 أكتوبر في ربطها بالمدن المحيطة من العاصمة الإدارية لمدينة العالمين، كل المدن الجديدة اللي بتربطها في غرب المجتمعات العمرانية الجديدة. بدأ التنفيذ المنوري المعلق عندنا هنا في المرحلة الأولانية اللي هيربط من عند من مهندسين لغاية مدينة 6 أكتوبر. ويتم العمل على تطوير ورفع كفاءة الجزء الرابط بين ميدان الحصري والطريق الدائري الأوسطي بطول 6 كيلومترات، ويشمل التطوير زيادة المسطحات الخضراء بالطريق، إضافة إلى أماكن انتظار وتنفيذ رصيف للمشاة لخدمة المواطنين. احنا شغالين في كل المحاور الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى المحاور الداخلية أو الطرق الداخلية اللي داخل الأحياء السكنية، زي مثلا الأحياء السكنية القديمة من الأول للخامس والحي المتميز في كل القطاعات بصراحة، يعني قطاعات المدينة الأربعة سواء قطاع الشرقي أو الجنوبي أو الشمالي أو الغربي، احنا شغالين في كل مكان في المدينة. نشجع الشباب والمشاريع الكبيرة والصغيرة إن هي تيجي المدن الجديدة، لأن هي الصراحة يعني أكثر قابلية للتطوير في المنطقة، وفيها خدمات وبنية تحتية تستوعب أي استثمار. تنظيم الشوارع، الإشارات، حتى الكاميرات اللي موجودة النهاردة في الشوارع دي حاجة كويسة جدا. كما تم حل مشكلات الازدحام المروري عن طريق عمل دورانات للخلف وخلق مساحات انتظار جانبية واكتمال كافة أعمال الطرق من أسفلت وأرصفة وعلامات مرورية وتخطيط أرضي، بالإضافة إلى أعمال الزراعة الجاري تنفيذها.